باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وانتم طيبين. موضوعنا بنعمة ربنا بعنوان ربنا موجود، وعاوز أكلمكم في أربع نقط. ربنا موجود مهما قالوا، وربنا موجود في كل وقت، وربنا موجود في كل مكان، وربنا موجود في قلبك. قبل بس ما ابتدي عاوز أقول حكاية وآية. الحكاية حصلت في بلد أجنبية، إن مدرسة بتعلم الطلبة، والطلبة دول أطفال صغيرين، عيال صغيرة في فصل في مدرسة، وخدتهم الحوش وبتقول لهم إيه؟ شايفين الشجرة؟ شايفين يا ميس؟ يبقى الشجرة موجودة. شايفين الكرسي؟ شايفين يا ميس؟ يبقى الكرسي موجود. شايفين السماء؟ يبقى السماء موجود. شايفين ربنا؟ قالوا لا. قالت يبقى ايه؟ ربنا مش موجود. فقامت طفلة صغيرة كانت بتحضر مدارس الأحد في الكنيسة، فقالت لزمايلها: شايفين عقل الميس يا ولاد؟ قالوا لها لا. قالت لهم: يبقى الميس ما عندهاش مخ. أنا غرضي أحكي إيه بالحكاية دي؟ غرضي أقول نقطتين. إنه كون ربنا مش شايفينه ده مش معناه إنه مش موجود، لأنه حسب كلام الطفلة دي أنت مش شايف المخ، بس محدش فينا بيقول ما عندكش مخ. الغرض التاني يقول إن لأنها بتحضر مدارس الأحد علموها يعني إيه تفكر صح وتدافع عن وجود الله اللي هي مش شايفاه وهي طفلة صغيرة، عشان لما حد يجي يلعب في إيمانها ويلخبطها يبقى عندها رد مقنع وهي طفلة، إن مش كل اللي مش شايفينه يبقى مش موجود. دي الحكاية. الآية بقى بتقول إيه؟ قالها أبونا يعقوب زمان، وأبونا يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم في أول حياته ما كانش الشخص التقي اللي مركز مع ربنا. لما خرج هربان من بيت أبوه وخايف من عيسو ومتوقع يموت في الصحراء، وطالع لوحده خايف، ونام، حط راسه على طوبة ونام، شاف المسيح في رؤية نازل على السلم بيقول له: أنا أكون معاك وأحفظك وأردك إلى هذه الأرض. صحي يعقوب، قال بقى آية جميلة قوي، قال إيه؟ الحق إن الرب في هذا المكان وأنا لم أكن أعلم. وده بقى أول الموضوع اللي عاوز أتكلم فيه. الرب في هذا المكان وأنا لم أعلم أو لم أكن أعلم. ربنا موجود يا أحبائي، ده شعار يعبر عن إيماننا المسيحي. وطبعا نفتكر بالخير دايما أبونا القديس البابا شنودة الثالث، اللي كانت الكلمة دي يعني قريبة لقلبه ولسانه، فحببنا كلنا في الكلمة الحلوة دي، كلمة ربنا موجود. أول نقطة، ربنا موجود مهما قالوا. مهما قالوا ليه بقول كده؟ في حرب شعواء في العالم دلوقتي على وجود الله. يجوز احنا في مصر ايه ناس طيبين ومسلمين ان في ربنا وايماننا فطري بسيط ومش حاسين بالمعركة، انما اؤكد لكم ان العالم دلوقتي في حرب عنيفة لمحاولة اثبات عدم وجود الله. حاجة غريبة قوي، الشيطان بيتفنن ان يقنع العلماء والفهماء والحكماء والبهوات انه ما فيش ربنا، وبيسوقوا للفكره دي، والغريب بيصرفوا عليها مليارات
وكأنه خبر حلو يعني، وكأنهم لقوا الإية، لدرجة بيطلعوا بشعار اسمه ربنا مات. حاجة طبعاً ياريتهم يقصدوا المعنى الجميل بتاعنا، أمين أمين بموتك يا رب نبشر، لأن وراها بنقول وبقيامتك. لا، هم يقصدوا ربنا مات يعني راحت عليه خلاص، يعني ربنا ده بتاع المتخلفين، بتاع الموهومين، بتاع الغيبيات، بتاع الناس الجهلة اللي ما لهمش في العلم والعقل والكلام ده. إنما إحنا نرد عليهم ونقول لهم بصوا ربنا موجود مهما قلت. ليه؟ طبعاً ده مش صعب إن الواحد يعرض حاجة اسمها علم اللاهوت الدفاعي وإثبات وجود الله في عظة عشية أو نهضة. إنما ببساطة كده ربنا موجود تشهد له الطبيعة قبل ما يشهد له العقل. يعني إيه؟ كل وردة بتبصوا عليها كل يوم لو فحصتها تحت الميكروسكوب، ولو درست علم النباتات وشفت الإبداع والعظمة والإخراج والفن اللي معمولة بيها حتة وردة، على تعبير ربنا يسوع، إن كانت زنابق الحقل توجد اليوم وتطرح غدا في التنور يلبسها الله هكذا. يعني إيه؟ شوفوا الألوان جميلة إزاي والإبداع قد إيه جميل، وبعدين آخرتها بندوس على الوردة، يعني ما حصلش حاجة، دبلت وإيه وترمت في الزبالة. كل حاجة في الطبيعة بتشهد بوجود الله. فلو الإنسان بتعبير القديس بولس اظلم قلبه الغبي وأنكر وجود الله، النملة تعلمه والدبانة تعلمه والشجرة تعلمه والحيوانات تعلمه والسماء تعلمه والنجوم تعلمه والبحر يعلمه، لأنه يبقى الإنسان جاهل لو قال كده. وده اللي قاله مزمور 14، قال الجاهل في قلبه إيه؟ ربنا مش موجود، ليس إله. قال الجاهل في قلب، يعني من قمة الجهل إن الواحد مع كل الإبداع ده يقول ربنا مش موجود. عارفين زي إيه؟ تعالى الواحد من اللي بيقولوا ربنا مش موجود كده وفرجه على أي صورة جميلة، قول له إيه رأيك في الصورة دي؟ يقول لك حلوة، ألوانها إيه جميلة، تناسق الألوان مع المقاييس مع، تقول له غالباً اللي عملها ده فنان مش كده؟ يقول لك أكيد فنان. طب إيه رأيك لو قلت لك محدش رسمها؟ فيبص لك كده يقول لك يعني محدش رسمها؟ لازم حد رسمها. فتقول له لا، أنا بقول لك دي محدش رسمها. تقول لي يعني مش عارفين الرسام، لقيتوها يعني؟ لا لا لا، بقول لك هي اتعملت لوحدها. الملحد هينسى نفسه يقول لك وانت عبيط. تبقى انت عاوز تقول له ايه؟ بصراحة انت اللي ايه مش طبيعي. اذا كانت صورة جميلة لا يمكن تكون طلعت لوحدها. ويبقى مجنون اللي يقول ان الصورة دي الظروف عملتها. ظروف ايه اللي هتعمل شوية الوان وتلطخ الالوان تطلع صورة تحفة كده؟ العالم ده كله بدقائق الامور، بالخلايا المعقدة، بالمركبة، بالعقل العجيب اللي في الإنسان، بتناسق الكواكب والكون، بالشمس اللي لو غيرت مسارها نص درجة الدنيا تتحرق، كل ده طلع لوحده. يبقى من الجهل، من الجنون إنه يجي إنسان يقول ربنا مش موجود. عشان كده الوحي سبق وقال قال الجاهل في قلبه ليس إله. يعني اوعوا تفتكروا ان لما يطلع عالم ومعاه مش عارف دكتوراه ايه ورئيس قسم ايه وبتاعه يقول لك اثبتنا ان الله غير موجود. ده جهل، ده مش علم. اثبته ازاي؟ يعني ايه اثبته انه مش موجود؟ مفيش حاجه اسمها كده خالص. لكن في علم قال عنه الكتاب علم كاذب، العلم الكاذب الاسم، سماه القديس بطرس كده. مش كل العلوم اللي في الدنيا علوم مصدقة، ما أكثر العلوم الكاذبة اللي الشيطان بيروجها لخدمة أغراضه في إنكار وجود الله. أرجع وأقول ربنا موجود مهما قالوا. لو العالم كله اجتمع على عدم وجود الله، هنفضل إحنا أولاد ربنا
بنشهد لوجود ربنا. زي أخطيت لما يجي واحد يقولك على فكرة أنت ما طلع لكش أب. يا ابني أنت بتشتمني، أنا عارف أبويا كويس. لا طلع مش أبوك، قول زي ما تقول أنا عارف أبويا وبحب أبويا، أنت بقى عاوز تعيش من غير أب أنت حر. مرة كنت مع سيدنا أمبر ويز في كندا في مؤتمر، وبعدين جاله سؤال من واحد من الشبان كده يقول له إيه اللي قاعد جنبي في الفصل بيقول الإنسان أصله قرد وأنا مش عارف أرد عليه. فسيدنا ربنا يديله الصحة والعمر قال له يا ابني صاحبك فرحان إن أبوه قرد، أنت زعلان ليه؟ أنت تحب يبقى أبوك قرد؟ خليه هو فرحان إن أبوه جد قرود، وأنت بتقول لا أنا أبويا ربنا، أنا أبويا إنسان مخلوق على صورة الله. أنا مش عارف بأي حماس العلماء بيتباروا في إثبات إن الإنسان أصله حيوان، يعني إيه الفخر اللي فيها عشان يحاولوا يثبتوها يعني؟ طب ما دي قلة قيمة يعني. إيه الشطارة إن الواحد يطلع أصله حيوان ولا أصله جماد؟ عارفين بقى إيه غرض الشيطان؟ الشيطان بيكره الإنسان، والإنسان كرامته كلها متاخدة من إنه صورة الله. هي دي اللي غايزة الشيطان، إن الإنسان صورة الله ومثاله، فعاوز يقنع الإنسان بغير كده. الحاجة التانية لما الإنسان يقتنع إنه هو مجرد نتاج الطبيعة، مجرد حيوان اكتمل نموه يعني، خلاص محدش يقول له حرام وحلال، محدش يقول له صح وغلط، محدش يقول له حياة أبدية، محدش يقول له ضمير، لا خلاص بقى بقينا حيوانات، يبقى إيه فلنأكل ونشرب لأننا غدا نموت. وادي غرض الشيطان عشان ياخد كل البشر معاه في الهلاك الأبدي. يبقى ربنا موجود مهما قالوا. تاني نقطة أقولها، ربنا موجود في كل وقت. دي حتة روحية بقى، الأولانية دي كده حوار عقلي مع الملحدين والمتشككين، لكن تعالوا حوار شخصي مع كل واحد. نحن نؤمن بوجود الله، ولكننا لا نحيا هذا الإيمان في كل وقت. تاني، نحن نؤمن بوجود الله، ولكن هذا الإيمان كثيراً ما يكون إيمان نظري. أقول لك مثلا، في اللحظة اللي بتكذب فيها لو كان ربنا موجود وانت شايفه قصادك وانت عارف انه بيسمع كل حاجة وبيشوف كل حاجة وما بيحبش غير الصدق، هتعرف تكذب؟ يبقى في اللحظة اللي كذبت فيها انت انكرت الإيمان بوجود الله. يوسف العفيف لما الست مرات فوطيفار عاوزة توقعه في الخطية قال جملة بريئة تعبر عن إيمان قوي، قال لها كيف أفعل هذا الشر العظيم وإيه وأخطئ إلى الله. تلاقي الست بصت له كده، الله مين؟ فين ربنا؟ فينه ده؟ بس هو ببساطة عاوز يقول لها ربنا موجود، فما أقدرش أغلط، ربنا موجود دلوقتي قصاد عيني فما ينفعش أغلط. لكن هي لأنها لا تؤمن بوجود الله أو بتعبد أوثان في زمانها، فبالتالي بالنسبة لها تغلط براحتها. يبقى ربنا موجود في كل وقت. عاوزين نحول إيماننا النظري إلى إيمان حقيقي فعال عملي. يعني إيه؟ طول ما الواحد فينا بيسرح بس سرحان رديء يبقى ربنا مش موجود في اللحظة دي بالنسبة له. طول ما الواحد فينا بيحتقر إنسان يبقى ربنا مش موجود في اللحظة دي. أول ما الواحد فينا يقول كلمة بطالة يبقى ربنا مش موجود في اللحظة دي بالنسبة له، لأن لو ربنا موجود ما ينفعش تعمل كده. برضو من نفس المنظور، ربنا موجود وبيحب ولاده. تسمع خبر في السياسة ولا في التلفزيون ولا في أي مكان
تقلق، تتخض، تخاف. في اللحظة دي كأنك بتقول إيه؟ ربنا مش موجود. يبقى كل خوف، كل قلق يتسرب لقلبنا يخلينا ننكر هذا الإيمان البسيط. ربنا موجود في كل وقت. طب ليه الدقيقة دي بتاعت القلق؟ الكتاب المقدس يقول إن لم تؤمنوا لا تأمنوا. يعني لو ما صدقتش إن ربنا موجود، وبالتالي ربنا ضابط الكل، وربنا عارف بيعمل إيه، وربنا بيحب كنيسته وشعبه، وكل الأشياء تعمل معا للخير، ما كل ده اسمه إيمان. لا تأمنوا، مش ممكن يبقى عندك أمان. في لحظة فقدان الأمان نحن ننكر وجود الله، مش كده؟ بنقول ربنا موجود، بس الحقيقة عايشين كأنه مش موجود، لأننا خايفين وقلقانين ومنزعجين، وكأني بقول إيه؟ ربنا مش موجود. يبقى خطايانا تثبت علينا ضعف إيماننا بالحقيقة البسيطة دي. أخطأنا كتير بتقول أنتوا بتقولوا ربنا موجود على إيه؟ لو كان موجود بتعملوا كده ليه؟ وقلقنا وخوفنا يثبت علينا ضعف إيماننا بحقيقة ربنا موجود. لو ربنا موجود بتقلق ليه؟ بتخاف ليه؟ بتفكر في بكرة زيادة ليه؟ مش أنت بتقول ربنا موجود؟ بدل ربنا موجود مش مفروض كل ده يحصل. الله موجود في كل وقت. دي الخبرة اللي الكنيسة بتحاول تزرعها في قلبنا من خلال الصلاة الدائمة. يعني إيه؟ الكنيسة تعلمنا، تربينا بقى على هذا الإيمان البسيط، تقول لنا أول ما تفتح عينك قول يا رب، لأنك لما تكلم ربنا تفتكر أنه موجود. ما أنا ممكن أكون مسافر وجنبي واحد ما بكلموش فنسيت أنه موجود، إنما طول ما أنا في حالة حوار معاه يبقى أنا متأكد أنه موجود. فاللي يخليني أعيش إيمان ربنا موجود هو أن أنا أفضل في اتصال طول الوقت بيه. يبقى ما ينفعش الشيطان يجي يقول لي هو مش موجود، لا، ما أنا بكلمه، بدل بكلمه يبقى هو موجود. فأول ما نفتح عينينا يا رب بارك النهار، تمسك الأجبية، تصلي باكر، تسجد لربنا، تترتل تسبيحة باكر، وبعدين تنزل على شغلك ولا على حالك وانت عمال تقول يا رب يسوع أشكرك، يا رب يسوع اديني حكمة، يا رب، يبقى انت عمال تكلمه. أول ما تبطل تكلمه على طول تيجي الحية تاخد مطرح ربنا تلعب في دماغك. ده اللي حصل في الجنة زمان، في جنة عدن. إيه اللي حصل؟ لما آدم وحواء بطلوا حالة الصلاة، بطلوا الحديث مع الله، جت الحية خدت مكان ربنا وبقت تحكي مع حواء. أحقا قال الله لكما لا تأكل من شجر الجنة؟ فحواء ما صدقت بقى، قالت لها لا اسكتي، ده أنا أقول لك لا، كله زي ما أنتوا عاوزين، بس الشجرة دي ما تاكليش. إيه حواء؟ إيه اللي بيحصل؟ انت بطلت تحكي مع ربنا وبقيتي بتحكي مع الحية. يبقى في اللحظة دي كأن ربنا مش موجود، ولأن اللحظة دي كأن ربنا مش موجود كانت خرابا على كل البشرية، انتهت بمأساة، سقط الإنسان وتشوهت صورته ودخل الفساد طبعنا. كل ده ليه؟ عشان أنا فقدت إحساسي بوجود الله. ليه؟ عشان بطلت أصلي. عشان كده الآباء يقولوا تبطل تصلي زي سمكة طلعت من المي، دقايق وتموت، تفضل ترفص وترعش كده، مش مستحملة الوضع الطبيعي بتاعها انها جوه المي. الإنسان المسيح الوضع الطبيعي بتاعه في كلام بينه وبين ربنا، كل صغيرة وكبيرة يا رب داوش ربنا، وربنا ما بيزهقش ويحب قوي ولاده اللي ايه طول النهار يكلموا معاه. قديس بولس اللي عاش الصلاة دائما يقول لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر
لتعلم طلباتكم لدى الله. المسيح له المجد يقول ينبغي، ينبغي دي زي حكاية السمكة تطلع من المي، ينبغي يعني ما ينفعش غير كده، ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. أحبائي إحنا مش عايشين الإيمان البسيط بتاع ربنا موجود، لأن في لحظات وساعات وأيام ما بنكلمش ربنا، بننفصل عنه، بننساه. عشان كده المرنم يقول إيه؟ جعلت الرب أمامي كل حين. كل حين يعني إيه؟ عشان أفضل أقول ربنا موجود يفضل قصاد عيني، يفضل قصاد عيني يعني يعني أكلمه، أكلمه ببساطة، كلمه بقى مزامير، كلمه صلاة يسوع، كلمه شكيله همه، كلمه حكي معاه في الصغيرة والكبيرة. ربنا ما فيش أطيب منه وما بيتضايقش من الحكاوي أبداً، بالعكس يحب اللجاجة. ثلاثة، ربنا موجود في كل مكان. بعض الناس بتنسى أن ربنا موجود في كل مكان، هي شبه في كل وقت، بس أنا عاوز أربطها بالمكان. ليه؟ عشان نطلع بتدريب عملي. وانت داخل بيتك ربنا في بيتك، ربنا قاعد جوه، ما يصحش تدخل تزعق، ما يصحش تدخل بيتك تقول فين الأكل، طب واللي قاعد جوه من الصبح مستنيك ده مش تدخل تقول أشكرك على اليوم اللي عدى، مش تكلمه كلمتين. لما تروح شغلك ربنا في شغلك، مين قال إنه مش في الشغل؟ اعمل له 100 حساب، تتكلم مع زمايلك بحساب وتكون أمين في شغلك، وكل صغيرة وكبيرة تتكلم معاه فيها لأنه موجود في الشغل. وانت في الشارع موجود معاك في الشارع، تقدر تشوفه في كل واحد ماشي في الشارع، بالذات لو مريض أو فقير، ده كده الصورة أوضح، أو طفل. يبقى ربنا في كل مكان ولا يحويه مكان. ربنا يسوع حين تجسد معاش في مكان واحد، دخل بيوت قدس البيوت، ركب مركب قدس المواصلات، دخل شغل بطرس قدس الشغل، بقى بيشتغل نجار، كل الأعمال تقدست، يقعد مع الناس يبقى كل الناس تقدسوا، يطلع فوق الجبل الجبال تقدست، الوديان تقدست، كل الأماكن تقدست، يقعد مع العشرين ويقعد في بيت الفريسي. يقدر حد يقول ربنا ليس في هذا المكان؟ لا، ما ينفعش. إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، إن فرشت في الهاوية فأنت هناك أيضا، إن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر هناك يدك تهديني. يعني لو زغت منك ورحت أي حتة في الدنيا هلاقيك برضو. يونان وهو نبي عظيم، الغريب إن وقعت منه ربنا موجود. وقعت منه يعني إيه؟ ده نبي في لحظة ضعف افتكر إنه ممكن يروح حتة ما فيهاش ربنا، ربنا قال له روح نينوى، فقام خد مركب يطلع ايه؟ ترشيش، وهي ترشيش ما فيهاش ربنا، وانت فاكر جوه المركب ربنا مش موجود. قام ربنا عشان يحفظه الدرس بتاع ربنا موجود، قال له يا ابني انا في نينوى وفي ترشيش وفي بلاد اليهود وفي البحر، طب ايه رايك بقى؟ هدخلك حته ما تخطر لكش على بال واثبت لك اني موجود برضه. ودخله جوف حوت، حاجة محدش دخلها ولا سمع بيها قبلها، وقال له ايه؟ أنا معاك اهو جوه جوف الحوت. اوعى تفتكر ان في مكان مفهوش ربنا. كل مكان ارشم عليه الصليب كده عشان يبقى، عشان تفكر نفسك بحضور الله. كل مكان بتمشي فيه مقدس لأن الله تجسد ومشي على الأرض. لما تحس أن ربنا موجود في كل مكان هتبقى فرحان بوجوده، هتبقى عندك شعور بالأمان، ربنا جنبي، ربنا معايا. يبقى قلنا ثلاث حاجات، ربنا موجود مهما قالوا، ربنا موجود في كل وقت، ربنا موجود في كل مكان. أختم بحكاية ربنا موجود في قلبك. أغسطينوس له كلمة جميلة، تعرفين أغسطينوس كان ملحد في وقت وكان بيتفلسف، فيلسوف مشهور يعني،
وكان عايش بعيد عن ربنا وكان لاغي وجود ربنا، كان بيفتخر أن ربنا مش موجود. وبعدين قال لما تاب كلمة جميلة، قال له فضلت أدور عليك ومش لقيك، فبقول أنك مش موجود لغاية ما لقيتك أقرب ليا من نفسي، لقيتك جوايا. يعني كنت بدور عليك بعقلانية وبكبرياء وبقول فينه ورهوني وأنا أقول أنه موجود، وبعدين لقيتك عميقا أعمق من نفسي. ربنا موجود جواك. كلمة جميلة في الكتاب يقول إيه؟ الكلمة قريبة منك في قلبك. يعني إيه؟ ربنا إحنا مش محتاجين نسافر له بلاد، ربنا مش محتاجين يعني ندفع فلوس عشان نروح نقابله. لو أنت قعدت هادي وغمضت عينيك وناديت عليه هتحس بيه، لأنه هو مش بعيد، ده جوه. ده بولس الرسول وهو بيكلم الفلاسفة في أتينا استعار من الشعر اليوناني، قال لهم أنتوا بتقولوا أننا به نحيا ونتحرك ونوجد، فهو ليس عن أحد منا ببعيد. يعني هو مش بعيد أبدا، ده قريب قوي، ده جوه، ده حتى مش جنبك، لا ده لازق فيك. يعني إيه جوه دي؟ عشان برضو معناها شكله صعب أو يعني فلسفي، لا دي إحنا بقى كأرثوذكس عايشينها. عايشينها إزاي؟ يوم ما كنت طفل صغير اتعمدت فحصل إيه؟ مت عن كونك بني آدم عادي وتولدت بقيت ابن الله. وبعدين أبونا مسك الروح القدس زيت الميرون ومسحك، ختمك على كل حتة من جسمك. في اللحظة دي إيه اللي بيحصل؟ الروح القدس، روح الله دخل جواك، سكن. عشان كده نسميه سر الختم أو سر التثبيت. بقى المسيح فيك بروحه، بقى ربنا ساكن فيك بروحه. عشان كده يقول أنتم هياكل الله وروح الله إيه؟ ساكن فيكم. فهنا لما تقول لي ربنا بعيد، بعيد العتب عن النظر، بعيد يعني إيه؟ لما يجي واحد بيقول ده أنا بكلمه مش سامعني، يا ابني أنت موهوم مش سامعك. يعني إيه ده؟ أنت لما تكلم نفسك هو أقرب من نفسك. ساعات عدو الخير لأنه كذاب وأبو الكذاب يجي يوشوش واحد يقول له إيه؟ وأنت فاكر ربنا سامعك؟ أنت فين وربنا فين؟ أنت خاطي وربنا قدوس، هو عالي في السماء وأنت على الأرض بعيد. بيضحك علينا شيطان. تقول له إيه اللي بتقوله ده؟ أنا ربنا مش محتاجة أروح له السماء، أنا ربنا نزل لي من السماء ودخل جوه، سكن فيا. المسيح لو المجد يقول لتلاميذه أنتم فيا وأنا فيكم، كل غصن فيا. حكاية فيا دي كتيرة، يعني إيه؟ أنا فيكم. يا رب كلام صعب، كلام غريب. قال مش بس هسكن فيكم بروحي، تعالوا أقول لكم طريقة تانية عشان تتأكدوا أن أنا جواكم كمان. تأكلوني أكل، من يأكلني يحيى بي. دي بقى جننت اليهود. اليهود وقفوا يقولوا له إيه اللي بيقوله ده بقى؟ إيه بقى الكلام الغريب ده؟ كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده؟ يعني إيه نأكله يعني؟ قال لهم شوف، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان ولا تشربوا دمه ليست لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه. إيه أنا فيه دي؟ يعني ربنا فيا، ربنا فيك. طب أنا خاطي، طب ما هو جي ربنا يسوع في العالم اللي كله خطيه. طب أنا لسه بغلط، ربنا عاش وسط الخطاة واحتمل الخطاة وقال لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاء إلى التوبة. بس لما تبقى حاسس أن ربنا فيك موجود جواك، تبقى طول الوقت عاوز تقول له شرفت يا رب، شرفت، نورت، باركت. تبقى أنت حاسس بالجلال وحاسس بالرهبة وحاسس بالفرحة. من هنا يجي المعنى افرحوا في الرب كل حين. ليه كل حين؟ موجود في بيتي، موجود في قلبي.
قديس أثناسيوس عشان يشرح التجسد زمان قال تصوروا ملك عظيم جدا راح قرية فقيرة جدا وبعيدة ودخل في بيت واحد فيه. كل تاني يوم كل واحد طالع من القرية عمال يقول الملك جه عندنا وفرحانين ومش مصدقين روح وهيفضلوا عليها كتير. احنا كمان فرحانين الى ان نلقى المسيح بعنينا لان المسيح اختار جسدنا وسكن فيه، اختار طبيعتنا وجعلها طبيعة خاصة بيه، شاركنا لحمنا ودمنا، دخل فينا بروحه، جعل جسد ودمه خبزا واكلا لنا. طب في اكتر من كده ايه؟ فلما حد يقول ربنا موجود تقول له هنا، مش بس هنا، هنا وهنا 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 وهنا. ربنا هنا يعني ايه؟ يعني القلب مش مفروض يسكت. عشان كده بقى القديسين بتوعنا الحلوين عبروا عن المعنى ده وقالوها بطريقه جميله، قال كل نسمه تسبح اسم الرب، كل نفس اعطيه ابارك اسمك القدوس. انت ربنا ضيف، مش ضيف بقى، أصبح صاحب مكان وقاعد في قلبك طول الوقت. أختم وأقول أكتر واحدة في التاريخ حست بالمعنى بتاع ربنا موجود أمنا العذراء. عشان كده أمنا العذراء تلاحظوا ما تتكلمش كتير. ليه تتكلم قليل؟ ما هو ما يصحش تسيب ربنا وتكلم حد، فكلامها قليل قوي وكتير قوي بس مع ربنا. الإصابات تحييها وتقول لها من أين لهذا أن تأتي أم ربي إلي، هو ذا منذ صار صوت سلامك في أذني، ارتكد الجنين في بطني بابتهاج، طوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل من قبل الرب. وهي تكمل كلامها مع اللي جواها عادي، تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. مش هتردي على الإصابات؟ لا ما بردش. ليه؟ أنا مشغولة. مشغولة بإيه؟ باللي جوه. أنا مشغولة باللي معايا، اللي معايا أهم من أي حد. فأمنا العذراء دائمة الصلاة لأنها دائمة الشعور بحضور الله. عشان كده يقولوا ساعات الفنان القبطي لما يجي يرسم وش العذراء يبقى محتار، لأنه بيحاول يخلي عينين العذراء بصة جواها، فبتبقى أزمة بقى عند الفنانين. ليه؟ لأنها مش بصة براها، إحنا عينينا طلعة من عينينا، يعني عينينا عمالة تبص يمين وشمال أصلا مش شايفين ربنا، إنما هي شايلة المسيح جواها فمش شايفة حاجة تاني، مش قادرة تشوف حد تاني، فعينيها جواها. يا بختهم اللي عرفوا يعيشوا جواهم. عشان كده نقول عليها كل مجدها ابنة الملك من داخلها، جواها سر ملكة داخليا شايفة المسيح اللي جواها وشبعانة بحضور ربنا. أحبائي عشان نعيش معنى ربنا موجود نحتاج نصلي أكتر. التعبير الوحيد لوجود ربنا في حياتنا إن إحنا نكلمه طول الوقت، نرمي عليه كل أثقالنا، نشكيله همنا، نشركه في كل صغيرة وكبيرة، كل شخص نشوفه نحوله على ربنا، كل مشكلة نقابلها نقول له خلي بالك يا رب، كل ضعف وخطية نقول له أنت اللي تزيح وأنت اللي تغير، فيبقى الواحد عايش مستمتع بوجود الله طول الوقت. ومهما الدنيا تضرب تقلب يبقى الواحد في ملك تاني هو ملكوت الله. ساعتها ينطبق عليه التعبير اللي قاله ربنا يسوع، ها ملكوت الله إيه داخلكم، لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.